أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. قوات المؤتمر الشعبي تعزز وجودها في العاصمة اليمنية صنعاء، وخصوصا في محيط المنشآت الحيوية والوزارات والمباني الحكومية. الرماد البركاني في بالي الإندونيسية يلغي رحلات الطيران، ودراسة تقول الطقس يحدد سعادة الإنسان إذ يؤثر بشكل كبير على المزاج. أظهرت إذن أنه كلما زاد الجو دفئا صار الإنسان أكثر سعادة. أما القراءة بصوت عال فتؤثر بشدة على الذاكرة، فبحسب العلماء قراءة النصوص بصوت مرتفع تساعد الإنسان على حفظ محتوياتها بشكل أفضل. وشوربة الدجاج الحل السريع والأفضل لعلاج نزلات البرد في هذا الموسم من الشتاء بحسب دراسة صحية جديدة.